الأخيرا بلاغ مباشر، الفقرة الجديدة في برنامج كالآتي. البلاغ اليوم من ممثل للمعاشيين، نتابع البلاغ. موضوع المعاشين موضوع حي وموضوع معقد وموضوع يعني يمكن إذا تحدثنا الآن والمجتمع ما عارف إنه هذا المعاشي اللي يعني أهلك ما لا يقل عن 30 عام في خدمة الوطن بياخذ معاش 12 ألف، العامل الموظف الدرجات العليا في الوظائف الأستاذ الجامعي كلهم هي كانت 3100 والآن عملت 12100 ما بين 150 ل 170. الأستاذ الجامعي رفض كل الخدمة المدنية الموجودة في كل القطاعات بالكوادر الآن المتخصصة الموجودة فيها، هي نتاج عمل وأبحاث ومقررات ومناهج قام بها الأستاذ الجامعي. الأستاذ الجامعي يعنى بالتدريس وبالبحث العلمي وبخدمة المجتمع، وبعد ذلك يقابل بهذا الإجحاف في المعاش من المحاضر إلى البروفيسور 12 ألف جنيه، في حين أنه هو ثروة مستدامة لكنها مهدرة في جمهورية السودان، لأن الأستاذ الجامعي عندما يشرف على درجات الدكتوراه حتى لو هو في المعاش الرسالة الواحدة ما بتكون يعني مصاريفها ما بين 600 مليون إلى مليار، هو نصيبه منها يكون 40% و 60% بتدخل دخل للدولة، بيبقى هو ما مكلف الدولة أصلا في مرتباته. الظلم الآخر اللي بيقع على الأستاذ الجامعي إنه الأساتذة في الاستبقاء والأساتذة بالتعاقد في نفس الدرجة معاهم، البروفيسور ياخذ 550 وهو في الخدمة، في نفس الوقت إذا بالتعاقد ياخذ 200 ألف. يبقى هنا في مفارقات عالية جدا جدا في كل دول العالم. الدكاترة في الجامعات عندهم وضع خاص، معاش معين. معنا الأستاذ عبد الله عبد الفتاح خالد، رئيس اللجنة التسريرية لغرفة النقل العام. أستاذ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ عبد الله، دي دراسة ولا ده قرار يعني الولاية في اتجاه انها تصدر، هو شنو اولا؟ والله اول حاجة الناس في مفهوم غلط، يعني حكاية مثلا الكيلو ب 25، الكلام ده طبعا هو الناس ماسكينه من النوط، يعني عشان الناس قضايا المعاشين تشمل اساتذه الجامعات، مدرسين والموظفين والعمال، كل الناس اللي افنوا سنوات عمرهم لخدمه البلد والى الان بيعانوا في موضوع معاشهم، ما بيتم ادراج قضيه المعاشين مع قضايا اصلاح الهيكل الراتبي بشكل عام او تحسين اوضاعهم. للان احنا بنتكلم على معاش متوسطه 3 مليون، ودي طبعا اصبح ما عندها قيمه. قضايا المعاشين من القضايا المهمه، ونتمنى ان البلاغ يصل الى المعنيين بشكل مباشر. شكرا لحسن المتابعه، يمكن مراسله البرنامج عبر رقم الواتساب اللي بيظهر الان على الشاشه لارسال الموضوعات
أو البلاغات أو الاستفسار عن أي من الموضوعات المطلوبة على الوسائط المختلفة، ويمكن التواصل المباشر على عمار شيلة على تويتر، انستغرام، فيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله.